بروفيسور تبعي بيان، مرحبا بك معنا بمناسبة شهر فبراير، شهر لمكافحة داء السرطان. ماذا بينا أنت كمختص في داء السكري تعطينا كلمة بالنسبة للناس اللي يعانيوا من السرطان، وحنا رانا على أبواب شهر رمضان، واش نقدروا نقدموا لهم كنصيحة بروفيسور؟ شكرا على السؤال. أولا وقبل كل شيء أريد أن أقول أن كثير من السرطانات 13 أو 14 سرطان على حسب المنظمة العالمية للصحة الوامس، يعني هما ناتجين عن السمنة والزيادة في الوزن. وحتى عندما يعني نكتشف مرض السرطان كثير من الناس يكون عندهم زيادة في الوزن، والأطباء تاعهم يعني يقولوا لهم ينبغي أنكم تنقصوا في الوزن. ومن ضمن يعني الأشياء اللي تنقص في الوزن هو الصوم، الصوم في رمضان وخارج رمضان. فبالتالي احنا نقول لإخواننا المواطنين، ما عدا بعض الأنواع يعني المرضى يعني ممكن اللي في حالة متأخرة جدا يعني من السرطان، عندهم كما نقولوا احنا لانيمي، نقص في الدم كثير، عندهم نقص في بعض المواد كثيرة، يعني هما في حالة يعني ضعيفة جدا، يعني حتى العضلات تاعهم يعني ضمرت، هذو يعني ممكن يكون يعني ماهوش مفيد لهم. ولكن الآخرين يعني تقريب جميع السرطانات يعني الصوم مفيد لهم، وحنا نحثهم على الصوم، وخصوصا انه قلت لك كثير من الامراض العلاج تاعها هو الان انه الانسان انه يفقد الوزن. وباش تفقد الوزن من ضمن الاسباب اللي فقدان الوزن انك تنقص من الاكل، واحسن شيء انك تنقص الوزن جواند لي تي لا لاغريابل، سيتادير في نفس الوقت تصوم لانك تؤدي فرض من الفروض، وفي نفس الوقت ايضا تعالج روحك، فهذا شيء مهم. فبالتالي احنا نقول لاخواننا المواطنين اللي عندهم سرطان، يعني هذه فرصه يعني رمضان وخارج رمضان انكم تنقصوا من الاكل وتنقصوا من الوزن، وطبعا تصوموا وتصوموا ان شاء الله بالصحه. ان شاء الله. شكرا بروفيسور، يعطيكم الصحه.